أمور أخرى تخجلنا بعظمتها من امتيازات الله لنا بطرس تاني واحد ثلاثة الأربعة بيقول كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمعرفة بكلمة الله بالمجد والفضيلة المجد والفضيله من خلال معرفه الله، اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينه لكي تصير بها شركاء الطبيعه الالهيه الطبيعه الالهيه، يعني انا وقت بفكر بهذا الموضوع بوقف من انا؟ الانسان المحدود بكل ضعفاتي مائت من تراب الى تراب اعود لكي يهبني مواعيد عظمى وثمينة بها أصير شريك الطبيعة الإلهية مرة ثانية هذا لا يعني أنني أصير إله لكن يعني أني أصير أحب البر وأهرب من الشر الهاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة برومية 8 29 يقول لنا ما هو قصد الله وغاية الله من عمله فينا كبشر أكان في حياتنا هنا على الأرض واستمرارها في الأبدية يعني يسأل الإنسان طب ما غاية الإيمان ما هي الغاية القصوى والنهائية للإيمان في المسيح نقرأ الكتاب لا هذه وسيلة وليست الغاية نصلي هذه الوسيلة وليست الغاية نذهب للكنيسة ما هي الغاية قال لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين وكأنه عم هو أخوكم البكر أي المسيح ولكي ترضوني صيروا مشابهين له فكل يوم أنا وإنت نسمح للروح القدس روح الله فينا ولكلماته وبحياة التقوى والتدرب أن نصير مشابهين للمسيح أكثر كل ما اقتربنا من تحقيق رغبة الله فينا إن كان في هذا العالم أو في الأبدية فكل يوم مثلاً أسأل نفسي لو أنا على طريق السماء هل أنا محب كما مسيحي أحب هل أنا غفور كما مسيحي غفر لي هل أنا متواضع كما أنا ربي تواضع وغسل أرجل التلاميذ هل أنا أعيش لإرضائه كما المسيح قال مسرتك مسرة أن أفعل مشيئة الذي أرسلني هل أنا مستعد أن أضحي في نفسي كما أن المسيح أتى ليعطينا حياته وليبذل نفسه فديه عن كثيرين فكلما اقتربت من الشبه في المسيح كلما م. انا اختبر السماء في حياتي على الارض وساختبره في السماء في حياتي بعد الارض